رغم القلق والإرباك الذي يسود الشارع الكربلائي بعد أن أعلنت دائرة الصحة المحافظة اكتشاف إصابة بفيروس كورونا، إلا أن الأهالي هنا يتحدون الفيروس المستجد. فالتحدي المرض كورونا، بحيث أنه قاعد ألاحظ كل الشباب متحدين هذا المرض، والثبات أنه هاي الكمامات قاعد نخليها بإيدينا كمهفات وليس للخشم او نسد بيها التنفس مالتنا. احنا لحد الان تحذروا الشعب العراقي كافه من هذا المرض الكورونا، واحنا لحد الان مستمرين ومرابطين في الساحات تظاهرات، وما خوفنا لا كورونا ولا كذا، والحمد لله والشكر محترزين من هذا المرض وان شاء الله نقضى عليه. صحة المحافظة فندت الأخبار المتداولة عن تسجيلها 70 حالة إصابة، مؤكدة أنها سجلت حالة واحدة فقط، مع اتخاذها إجراءات مشددة بالتعاون مع بقية الجهات المعنية. نود أن نؤكد إلى أهالي محافظة كربلاء المقدسة أنه ننفي الأنباء المتداولة إعلاميا عن وجود 70 حالة إصابة بفيروس الكورونا، حيث أن محافظة كربلاء المقدسة سجلت حتى هذه اللحظة حالة مؤكدة مختبرية واحدة فقط لا غير، وبانتظار النتائج القادمة. أما العتبة الحسينية وفي بيان لها أكدت أنها ستخصص أماكن مناسبة لحجر المصابين، فيما أصدرت بيانا تؤكد فيه إلغاء صلاة الجمعة في الصحن الحسيني نظرا للظروف الصحية التي تمر بها المحافظة. في ظل تهديدات الفيروس المستجد، يتخذ الأهالي إجراءاتهم الوقائية وسط تحذيرات من السفر إلى الدول التي تنتشر فيها الكورونا. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.